بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا رسول الله. أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية الوفاق لزيارتهم في بيتي وكل مواقفهم، كل أعضاء جمعية الوفاق وجميع العاملين من فعاليات، ودائما يتميزون بهذا الشيء، وشكر لهم الجزيل. في مقدمتهم سماحة الأمين العام والشيخ علي سلمان والأخ خليل المرزوق والأخ الشيخ حسين الدهي، إليهم تحياتي. أنا والد الشهيد محمود أبو تاكي. طبعا أنا الآن في البيت ودائما أتذكر محمود من صغره. أنا رايح أقول لكم قصة حياة محمود باختصار. محمود في بداية طفولته، طبعا هو تاريخ ميلاده 27/3/88، تاريخ استشهاده 17/2/2011، الضربة الأولى بالدوار، أي مجزرة يوم الخميس الدامي. محمود الله يرحمه من طفولته ما كان يبكي كثير، يعني من طفولة، طبعا هو تقدم بتاريخ الولادة ماله بأسبوع أو أسبوعين، وأثناء الولادة أنا كنت مسافر. لما انولد محمود أنا كنت مسافر، جيت خبروني أن إلك مولود، واللي سماه أخوه أحمد سماه محمود ونعم الاسم. محمود في تربيته ما كان متعب، حتى بالليل ما كان يصيح واجد، يعني يقعد شوي ترد أمه بس تمسح عليه رد يرقد مني. وأول ما ابتدأ يعني يحبي ويتخطى كان مرح جدا محمود، ويتميز مثل ما قلنا بخفة الدم وحلاوته، يعني كان ولد جميل في طفولته جدا جميل. بعد محمود لما انكبر شوية وابتدى يفهم، أيضا مو مثل باقي الأطفال، مو فوضوي مو مزعج، يعني ما يبكي كثير ولا يعني دائما هادئ، تنادي أمه ينادي أي واحد يروح، تعال هالصوب يبقى يجي، تعال هالصوب يجي، حتى كان مضرب بين بالنسبة للأطفال، حتى لو شاف أطفال يلعبون وغيره ما يروح يندمج وياهم، ما نعرف ليش. يعني أنا ما كنت، حتى أخواني فيهم بعض الحركات بس هذا محمود كان امتيازاته غير. وأذكر أنا في شيء حتى أنا ما كنت يعني ما كنت حاسب إليه، حتى طريقة حمله، أنا عادة أحمل الأب عادة يحمل الأولاد كذي، أنا محمود من زود ولعي فيه أتندس أركب كذي أحمله كذي أمشي به، يعني أحب أمشي بمسافات، يعني حتى لو بغيت أمشي أطلع برا غير كذي كنت أحمله على ظهري، هاي حركتي، يعني أخلي راسه فوق ورجالي كذي، يعني ما أحمله مثل باقي الأطفال كذي، بس أنا ما كنت أحسبها يعني. أن عموما تربيته، ولما كبر محمود كان جدا مؤدب وما كان يطلع بالفريق يسوي مشاكل، حتى في طفولته بشهاداته بالمدرسة كله امتياز من الأول ابتدائي إلى أن خلص مدرسة، يعني الولد الكل كان يشكر فيه بالنسبة للفريق بالنسبة للأهل بالنسبة للجيران، يعني اللي يجون الحريم اللي يدخلون علينا البيت واجد، يعني محمود كان الناس تحبه بهدوءه وحلاوته، يعني شكله جدا يعني على قولتنا احنا لافت للنظر محمود. محمود عقب 17 سنة تقريبا
كون حب يكون له أصدقاء، وأصدقاء أقل، اثنين من ضمنهم جاسم ولد عمي، ولد عمي جاسم أبو تاكي ومحمد الخنيزي، وواحد اسمه علي، وعندنا هيثم، هذا لين اللي دائما معاهم، وأحيانا يلتقي بأبناء خالته اللي هو جاسم ولاد خالته، يعني جاسم هاني. هذا كان محمود. محمود بعد يعني 21، ولما نبتدي يفهم كان كلامه أكبر من سنه، يعني لما يقعد يدخل علي، أنا هاي طريقتي أقعد في البيت كذي بالمجلس، يجي يقبلني على رأسي، أقول له وش تبغي يبقى في خاطرك شيء، يقول لي لا بس أنا جاي أسلم عليك أو أشوفك. محمود ما كان قليل الطلبات، ما كان يتطلب، فقط كان عنده أمنية، كان يتمنى أنه يروح يدرس بالهند. بس الولد متفهم، لما انطلب مني قلت له يبا أنا ظروفي ما تسمح، أنا ودي أنك أنت تدرس برا بس ظروفي ما تسمح وأنت تدري. فالولد متفهم، تقبل الوضع يعني، وحاول يتعب على نفسه، أراد أن يعمل يشتغل وفي نفس الوقت يدرس. ده كان آخر دراسته بمعهد البحرين، وراح فترة تدريب فترة مؤقتة في شركة بابكو. محمود كان يعني يدرس وبالليل، والولد يعني من الأوادم اللي ما يطلع كثير، ما يعني ما يروح مثلا محلات يضيع وقته في هذا، لا يقعد في البيت قراءة قرآن أو صلاة أو قراءة كتاب أو يعني هاي كان هاي العادات محمود اللي عرفها فيه. ليليا كان يصلي صلاة الليل، الولد الصبح يطلع المسجد يصلي صلاة الصبح بالمسجد، ما يصليها بالبيت. محمود ما عمره قال لواحد تقول له مثلا روح الخباز، ما يقول لك لا، ما يقول أنا تعبان. محمود كان يعني الكل بالنسبة لأخوانه إلى أصدقائه إيا أهله وصول، محمود دائما يصل أهله، يروح في سترة يزور عمته يزور عماته يزور جدته يزور. الغريب أن محمود كان قبل استشهاده بعدة أشهر حلم حلمه بس ما قال لنا شنو الحلمة، ما قال لنا، أخذ كتاب تفسير الأحلام وقرأ الحلمة، وبعدين ابتدى آخر سنة قبل استشهاده. أنا لاحظت فيه بعض الأشياء بس ما كنت يعني حاطنها في بالي، منها يجي يقعد يسألني هني يبقى أفضل صديق في الدنيا شنو، لو سألوك شنو تختار؟ قلت له الصديق يا يبقى أنت تختار يكون صح ويكون غلط. قال لا أنا اخترت أفضل صديق، وطلع لي قرآن من جيبه، قال هذا صديق الدنيا والآخر. قلت له ونعم الصديق يا يبا. مرة مرات سألني قال لي أكبر دليل على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل اللهم فرجه شنه يا يبا؟ قلت له والله الإمام المهدي موجود، لا ما تبقى الأرض من غير حجة. فقال في دليل واضح ومقنع، الدليل على وجود الإمام المهدي إبليس لعنة الله عليه، إبليس هو الشر كله، والله يقول بقية الله خير لكم، وإبليس عايش آلاف السنين قبل آدم إلى أن جاء دور الإمام، وإبليس تمثل في الشر، فالخير موجود، طول ما الشر موجود الخير موجود، وإحنا لنا بني آدم الخيار. فقال لي إبليس موجود والناس كلها ما يختلفون اثنين في وجود إبليس، إبليس ما يمرض اللي الله أعطاه طوله هالعمر، وما يمرض تستكثر على خير الله على بقية الله خير لكم أن أعيش 2000 أو 3000 سنة، هذا الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أكبر دليل اللي هو إبليس. قلت له نعم يا إبا كلامك صح. مرة مرات سألني يقول لي
ليش رسول الله يقول حسين مني وأنا من حسين؟ وش تفهمها؟ وش تقصد يا يبابها؟ وش كان الرسول يقصد بها؟ قلت له والله يعني دمه دمي لحمه لحمي. قال لا أكثر من هذا، هذه رسول الله يقصد فعلا هو دمه دمه رسول الله، لكن يقول لك ديني وصلاتي صلاة الحسين وصلاة الحسين صلاتي، ويظهر ديني في آخر في صلب الحسين، الحسين من صلبي وأنا ديني في صلب الحسين، حقيقة دين رسول الله اللي جبه في صلب الحسين، يعني اللي ما يصلي بصلاة الحسين مين صلاة رسول الله. على العموم محمود الله سبحانه وتعالى لحسن نيته الآن احنا أنا تفاجأت بشي اليوم بعد طرشوا لنا أنه قبل يومين أو ثلاثة رايح مقبرة السنابس زائر الشهيدين اللي هو علي خميس والإسكافي أعتقد إيه. اليوم طرشوا لنا صورته كان واقف، هذه طبعا راحوا بالمناسبة قبل يومين باستشهاده اللي هو في استشهاد الشهيد علي مشيمع الله يرحمه والفاتحة إلى روحه هذا الشهيد البطل محمود. الله عطى إلهام طبعا عادة يروح المقبرة يوم الخميس، كل خميسية العصر يروح، ذيك اليوم راح الأربعة ولحد الآن أنا أفكر بهذا الموضوع، راح يوم الأربعاء وأخذ معاه شخصين من الفريق من أصدقائه وخبرهم قال لهم هذا قبر جدي وهذا قبر جدتي وهذا قبر خالي وهذا قبر خالتي وهذا قبري أنا هني وأنا أبغي قبري أمر قبر خالتي، وإحنا من سترة القرية بس أنا أبغي قبري في مهزة منطقة مهزة. والله سبحانه وتعالى عطاه فرصة أنه يروح يسلم على جدته ويسلم على عمته اللي هي أختي، وذكر لهم بالحرف الواحد قال لهم أبرد أمتي واسمحوا لي أنا بسافر. بتروح وين؟ قال بس بسافر. بروحك لو يا أبوك؟ قال لا أنا بروح بروحي، هذا آخر كلام، وهذا الكلام من أختي سمعته ومن والدتي سمعته، وجا نفس الشيء وسلم على والدته وبعدين أنا آخر اتصال كان بيني وبينه الساعة 12 ونص بالليل، وترك لي رسالة، الرسالة كان ذاكر فيها على الإنسان أن يترك وراءه شيء جميل، فما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف وما على الضيف إلا الرحيل، سلامي يا أبي. هذه كانت آخر رسالة منه، وكان يكرر لي عبارة بالتلفون أنا أحبك يا أبوي. ونفس الكلام لما كانوا أخوانه كان يودعهم ويسلم عليهم ويقول لهم أنا أحبكم، نفس الكلام قال لأخوه أحمد، نفس الكلام كرر لأخوه شاكر. فكان وهاي طبعا أنا سمعت علشان كذي احنا نقول أن شهدائنا اللي تقدموا الله اختارهم وعطاهم هذه الشهادة كرامة إلى حسن نيتهم ونواياهم، وهذا لهم فخر لنا، وإحنا لا يمكن نتسامح في دمائهم ولا يمكن نقبل على مساومتهم. هذا لين مو ضحى لأن محمود أبو تاكي باسم محمود أبو تاكي، لا هذا محمود الآن أو علي مشيمع الشهيد علي مشيمع أو الشهيد علي المؤمن أو الشهيد علي بداح أو كل الشهداء هذين أبناء البحرين ضحوا من أجل البحرين، مو ابن أبو تاكي هذا ابن البحرين الآن، ولا ابن علي مشيمع هذا ابن البحرين الآن، هذا الآن ضحى من أجل الشعب ضحى من أجل الوطن، قدموا تضحيات، فإحنا علشان كذي لا يمكن نساوم على دماهم. وأرجو ولي نداء بالنسبة لأخوتنا من سياسيين أصحاب جمعيات ويشكرون على مواقفهم مع الشعب من دكاترة من محامين من طاقم طبي من اسعافات من حتى على من صحفيين من يشتغلون خلف الكواليس في خدمة هذا الوطن، يدنا بيد بعض، الحين مو مصدر خلافات، الحين نتفق
على مستقبل البحرين، على مستقبل أبنائنا، على مستقبل أحفادنا. إحنا هذا وطننا، لا نسمح للغريب، وهذا وطن الجميع، يحمل السني ويحمل الشيعي، وإحنا كلنا أخوة وبيتنا واحد. هذه مو ثورة من أجل الشيعة فقط، لا، من أجل الشيعة والسنة. وأرجو أن الكل يفهم هذا بلدنا وإحنا اللي ندافع عنه. المجنسين ما رايح يحمونه، إحنا اللي ندافع عنه. وإحنا لما ننطق بالمجنسين إحنا ما نقصد الأخوة المصريين اللي اشتغلوا بالبحرين وعاشوا سنين معانا وتعايشوا، أو الأخوة من أهالي اليمن، أو الأخوة من أهالي عمان، أو من أي وطن عربي. إذا جاء دكتور أو جاء موظف، إحنا نقصد بالتجنيس المجنس اللي يشتغل بالداخلية الباكستاني. هذا مو مواطن، ولا يمكن، هذا عاداتهم غير عاداتنا، وهذا مو جاي علشان يحمي الوطن يشتغل بالداخلية، هذا جاي يقتل المواطن. أي واحد جاي يشتغل بالداخلية هذا مو، ما نعتبره إحنا، حتى لو عاش له 20 سنة 50 سنة، اللي يشتغل بالداخلية أو بالدفاع فقط المواطن، لا نقبل لواحد ثاني. أما بالنسبة للمجنسين اللي اشتغلوا ويانا وعاشوا سنين، من مدرسين على عين وراسي، مدرسين، محامين، أطباء، كل جميع أصناف، حتى لو كان فلبيني، إحنا كلامنا، نظرتنا ككلام الإمام علي سلام الله عليه، انظر إلى المرء إما أنه نظيرا لك في الخلق، شبيه لك في الخلق، أو نظير لك في الدين. إحنا أخوة مهما كانت ديانته، مسيحي، شيعي، سني، أي إن كان، في الأول والأخير هو إنسان مثلك. إحنا ما نتعامل أي واحد بصفة خاصة، إحنا ننطق عن المجنس اللي جاي ولابس بدلة الداخلية ويدرس ويدخل بيتي ويدخل بيت أخوي ويضرب أختي ويعتدي على أمي ويعتدي على ولدي. هذا اللي ما يجوز، وهذا اللي لا يمكن نساوم عليه، وهذا اللي مرفوض جملة وتفصيلة. والشعب مثل باقي الشعوب طالب حكومة منتخبة، طالب حياة كريمة، طالب أن يعيش بكرامته. ما في مواطن خليجي مثل مواطن البحرين، ما في في الخليج. لا يمكن قطري يقبل أن هندي يجي يدخل بيته، أو بنغالي بلباس الداخلية. احنا حصل عندنا في البحرين، لا يمكن قطري او سعودي او كويتي، كائنا من كان، اماراتي، واحنا الان في بلد احتلال. وغير هذا الكلام مرفوض، بلد احتلال، تاكسي بحريني مو مسموح يدخل اراضي السعوديه، مسموح جيش، احتلال، احنا في بلد احتلال، شئنا ما بينه. ولكن هذا الشعب صامد وصابر وله البطوله، والله سبحانه وتعالى بينصره وله التوفيق. وشكرا يا شعب البحرين، ولكم تحياتي.